Bubba, 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 say, Bubba, Bubba. ابني. إيه اللي حصل لك يا بابا؟ حبيبي، ابني. بابا إيه وبتاع إيه؟ إحنا مش جايين ناخده، ناخد أختك يا ابني. طب مش أبوك مات يا ابني أنت؟ حسن، بابا، حسن. أنت يا ابني، بابا. حسن، أختك فين يا حسن؟ معرفش والله، أنا داخل أدور عليها. يعني إيه ما تعرفش؟ مش كانت معاك؟ يا بابا أنت ما تعرفش حاجة. حسن خدني من هنا. لا بقول لكم إيه، يلا بينا، أنتوا كده هتعملوا لنا حكاية. لا جينا ناخد أبوك اللي ميت ولا أختك اللي ضايع. قوم يا حاج، قوم يا حاج، الفيلم الهندي اللي إحنا فيه ده. يلا يا بابا قوم، تعالى معايا. قوم يا قوم بسرعة. يلا على مهلك، على مهلك، تعالى واحدة واحدة. مش ابوك مات يا ابني؟ على مهلك اهو، على مهلك. الف سلام عليك. السلام عليك. على مهلك يا حاج بالراحة. الف سلام عليك. الف سلام عليك. طب بص زياد، انا هروح اجيب اختي على بال ما انت توصل لبابا تحت. طب انجز حالك عشان النهار طلع بسرعة. ايه الحكاية بالظبط يا حاج؟ وقت نوم، يلا يا رنسي، رنسي يا رنسي يا رنسي يا بنتي يا بنتي، خلاص لقيت بابا، ممكن نخرج من المكان ده، مش وقت نوم، يلا يا رنسي يا رنسي بقى رنسي. دي راحت فين دي؟ نعم بابا، حسن، بابا، حسن، حسن، أختك فين؟ يا بابا قلبت عليها الدنيا مش لاقيها، أمال فين زياد اللي أنا كنت سايبه معاك؟ زياد، زياد ده نادي، أول ما سمع سرينة البوليس جري. طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ حسن، إحنا مش هنمشي من هنا غير لما نجيب أختك. وحشتوني قوي بابا. احنا تعذبنا كتير يا بابا، والنبي خد لنا حقنا. وهناخد حقنا دلوقتي. طمنوا يا اولاد، احنا هناخد حقنا بس في الوقت اللي احنا نختاره. يلا بينا دلوقتي.
دلوقتي كل اللي انا عايزه منكم تحكوا لي كل حاجه من ساعه ما سبتكم لحد دلوقتي. اسود دول شكلهم هربوا.